قد يضطرون إلى مغادرة سوريا في الأيام القليلة المقبلة، لكن المفتشين الدوليين ما زالوا يبحثون في ضواحي دمشق عن أدلة لاستخدام أسلحة كيميائية هناك، أدلة يرجح الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي وجودها. يبدو أن مادة ما قد استخدمت فقتلت العديد من الأشخاص، أكثر من 100 بلا شك، البعض يقول 300 وآخرون 600 وربما 1000 أو أكثر. في الوقت الذي يرفض فيه الإبراهيمي تدخلا عسكريا في سوريا من دون تفويض دولي، يبدو أن واشنطن مصممة على شن هجمات وشيكة على سوريا. وفي هذا السياق ألقى نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن باللوم على نظام الأسد في استخدام أسلحة كيميائية. الرئيس وأنا مقتنعان بأن أولئك الذين يستخدمون أسلحة كيميائية ضد رجال ونساء وأطفال عزل ينبغي أن يحاسبوا. محاسبة ما زال الرئيس أوباما يبحث حجمها وأبعادها مع حلفائه وفي مقدمتهم فرنسا وبريطانيا، بينما يرجح الإعلام الأمريكي أن تبدأ العمليات العسكرية بين الجمعة والأحد المقبلين. وقد تنطلق الهجمات ضد المنشآت العسكرية السورية من البوارج الأمريكية المنتشرة في البحر المتوسط، كما أن القاعدة العسكرية البريطانية في قبرص مرشحة لكي تكون نقطة انطلاق. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حذر من التسرع في التدخل العسكري. على مجلس الأمن الدولي أن يلتزم بمسؤولياته السياسية والأخلاقية في إطار ميثاق الأمم المتحدة. هذا ويسعى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لتقديم مشروع قرار دولي يسمح بتدخل عسكري ضد سوريا، غير أنه من المتوقع أن تقف في وجهه مجدداً كل من روسيا والصين اللتين لم تقتنعا بوجود أدلة تدين الأسد باستخدام أسلحة كيميائية.